زي النهاردة من 23 سنة رحل واحد من أكبر وأهم الشعراء في الوطن العربي، يكتب أو كان يكتب بالفصحى العربية، وارتبط اسمه بكثير من القصائد في الحب والرومانسية. غنى له كتير جدا من المغنيين العرب والمطربين العرب. يعني الجيل الجديد هيبقى عارف أكتر القصائد اللي غناها له كاظم الساهر. نتكلم على الشاعر السوري الكبير نزار قباني، واحد من أشهر الشعراء في التاريخ المعاصر في شعر الفصحى العربية. زي النهاردة من 23 سنة رحل شاعر الحب وقديس المرأة نزار قباني، الذي ولد في 21 مارس عام 1923 من أسرة دمشقية عريقة، إذ يعتبر جده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، وكان لمنزلهم المعبق بالزهور والياسمين والأشجار أثره في نفسه، حيث نشأ محبا للزهور والألوان، وخاض تجارب فنية تشكيلية قبل أن يتجه إلى تجربته الشعرية الأولى بأبيات شعر كتبها وهو في 16 من عمره متغزلا في البحر والطبيعة. أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. درس الحقوق في الجامعة السورية، وفور تخرجه منها عام 1945 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلاً بين عواصم مختلفة، حتى قدم استقالته عام 1966 ليتفرغ لإنتاجه الشعري. زيديني غرقاً يا سيدتي، إن البحر يناديني، زيديني موتاً على الموت إذا يقتلني يحييني. أصدر أولى دواوينه عام 1944 وهو في الجامعة، وطبعه على نفقته الخاصة بعنوان قالت لي السمراء. كان هنالك 1000 امرأة في تاريخي، إلا أني لم أتزوج بين نساء العالم إلا الحرية. وتابع عملية التأليف والنشر التي بلغت خلال نصف قرن 35 ديواناً، منها 50 عاماً في مديح النساء وأبجدية الياسمين والرسم بالكلمات، وقد أسس دار النشر لأعماله في بيروت باسم منشورات نزار قباني، ورحل في 30 إبريل عام 1998 عن عمر ناهز 75 عاماً في لندن بسبب أزمة قلبية، ونقل لدمشق ليدفن تنفيذاً لوصيته في جنازة شعبية لم تشهد سوريا لها مثيل، ليكتب الموت آخر بيت لشاعر الحب.